نوع من التبشمر كذا يعني نوع متبشمر انت ما قالت انت حالي قاعد ترى الموضوع شو انت لا تجي داخل تمر الصفه تو جامد انتوما هما هما اللي هما من هما ها حالي شو وانت تزين عرقت ناظرنا منين رايت ليش نعدلوا حالي شو انا عندي جواب نحن ايش عندنا يعطوك نحن ما عندنا شيء من البلد اللي يعطوك حالي يعطوك شنو ولا نحن ندور ونحن ندور طلع منا قدو نشتغلوا بها كافحوا الشباب ما انا شو راسي ابيض بيا لا تعب يا غير تعب معي تعب واحد اسهر معي اسهر واحد شوف هي والله هي تاشب وهي تبوك هي تمك موضوع ما تفهم قاعد وشنو تعرف انا افهم افهم انا اللي نفهم شنو انا اللي انت ما قانعني علمي ما تقدر تقنعني بي ما تقدر تقنعني بشي علمي بس انا اليوم عاطل عن العمل وش قاني في البحر شغل شغل راسك تبي يدك وكرعيك هن شوي وش يقبل وش يقبل شيء ركبي الحوت وهاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج مهن شريفة مبارك معايا شاب مهن اللي نتعرف لك باسم كريم معاك باول العمر رئيس جمعية مكافحة الهجرة السلبية جيد وخير تبيكم مبارك صقع أن نتكلم مباشرة عن الهجرة بما أنكم رئيس جمعية والله منظمة مكافحة الهجرة هاي ضرك الهجرة رؤيتك لتلها شنو دركان إيجابية ولا سلبية رؤيتي لها بالنسبة لي سلبية به اللي مجرد انك تعود الشباب هو الطاقة اللي تعتمد عليه الدولة لين يعود يهاجر معناها انه مشكلة كبيرة مشكلة مطروحة انت الشباب جهد دولار كامل ما تجبر حد ما اما يهاجر ولا يتخمم في الهجرة ما تجبر اي دار ما لو مالك فيها رواقش قاعدين يتخمموا في الهجرة ما يتخمم واحد منهم انه يشتغل وانه يطور من مهاراته يتخمم الا انه يهاجر وهي كارثة كبيرة على البلد الناس اللي تهاجر كان الدخل اللي يحصلوك ونفس الدخل اللي يحصلون هو بالنسبه لي انا ارى ان حد هنا في نقر وطنه وبدا ينتج وبدا انه يطور ها وطن ايش قدم ثم الى انتم ممكن وراكين عندنا طعن نحن متوايح مقاطع عايز انا عندهم الان مهاجر ما انا ما شنو لكن اللي يعود هو مستنفع هو من راسه من الدوله خلي يتكلم خلي يتكلم من دور جوابه تفضل نحن بالنسبه لنا شو اسمعني حنقول لك شو نحن بالنسبه لنا هاني نو متبشمر انت ما قالت انت حالي قاعد ترى الموضوع شو انت لا تجي داخل تمر الصفه تو جامد ما يظهر انك صنت تتكلم بمناظره مكافحه الهجره كافحوا بعد احنا هذا وطننا ونختاروا الشباب هنا فيه والله وطننا وين البروبلم وين المشكله منين غير وطن الشباب انتم هما اللي هم من هما هم اللي راحوا بالشباب بالتطبيل وبالتصفيق اللي خلاوا الشباب هذا من هم حالي بعد عرمنا هم اللي راحوا نون احنا ما عندنا علاقة حالي شو وانت تزين عرقت ناظرنا منين رأيت ليش نعدلوا حالي شو انا عندي جواب منين رأيت ليش صفق المن رأيت ليش صفقوا المن عندنا حد وين ورقاش نحن نتكلم حالي شو حالي شو منظماتاش مرقوا بيهم هم انهم مشوروا قط عياطنا لك حالي شوي قط عياطنا لك قلنا لك انك جيت صفق صفق معاش من هو قط قنعنا حد احنا ندور الناس هنا من نقول وطن هنا في من منين انت هنا ايش قدمتوا له لا في شيء خاسر احنا ندور حد هنا احنا ايش عندنا يعطوك احنا ما عندنا شيء من البلد اللي يعطوك احنا يعطوك شنو ولا احنا ندور احنا ندور طلع منا قدون يشتغلوا بها كافحوا بعد من عود انت مالك رايك واقف شحمك ولحمك خير منك اللي جنبي اللي جون باش وراي يشتغل وانا ضليني نفر من البحر حالي شوي ما سبحان الله خير منك باش وراي هون يجون يعيش شوف داره اسحب هاي الكلمه الله تنازل عنه انا ما قدرت هو لماذا ما اشقى ما حتى لابس دراعه زين الله راك بوجهك ما عنده علاقه بدراعه ولا وجهه لا موضوع لقاء انت جيت رايت نتكلم وش داخلنا في الموضوع بأياد وطنية وجودة أوروبية أمريكية نايس كولا المشروب المحلي ذو المعايير العالمية فريق متمرس ذو خبرة عالية أحدث الأجهزة المتطورة في المجال مختبر بأرقى وأدق المعدات نكهات مختلفة لكل الأذواق نايس كولا نايس ليمون نايس أناناس نايس فيم توب نايس إنرجي نايس كولا ذوق ومذاق تبغي تجبر كرس عجلان مريح وسيارة تجيك بالعجلة أراعي لك شركة أندي تروكات رقمها بسيط جدا لا تصل على أندي تروكات والله تصل على 2021
ديمي الفندق. شوف على غرفة الشباب. اسمع اسمع. بقات الزينة اللي لابس منه عرق الشباب. ما أنا شو راسي بيض بيض لا تعب. يا غير تعب معي تعب واحد أصهر معي صار واحد. عادي شو أنت فهمك تكينك. أنا أتكلم معك. طريقة. طريقة. اللي لا يتبش مرقي بيهم قمت وتو ماشي. تبش مرقي. أنت أخذ تكلم بروي ما تعرفشني يا أخو. تطلب ذا النوع. هو شنو يطلب انه يبغى قال لك هذا اللي يطلب طلب طلب تاك قد شفتني في التلفزيون اطلب تعرفني يطلب تعرفني يطلب قد طريتني يطلب هذا هو التقنع شو انت شو انت صنع شو هاني شو شو شوف شو صنعك تقابل شوف هي والله هي تاش يا ابوي هي تبوك هي تمك ها تبوك هي تمك وانت مالك رايد تقول لي تقول لي نطلب تمني وانت تمني وانت تقول نطلب خليك ما خليها لين تصدعني نقول له افهم انت ايش عدل قوه اتكلم معك مستوى علمي ما هو علمي لا ما هو علمي انت ما جيت تجبر مده تصور حين شوي تجي مده تجبر تصور جي داخل فيها موضوع ما تفهم قاعد وشنو تعرف انا افهم افهم انا اللي نفهم شنو انا اللي انت ما قانعني علمي ما تقدر تقنعني بي ما تقدر تقنعني بشي علمي انت الاساس انك انت انت ما قلت انت رايك تتكلم بما تعود معدلها ب 50 الف بس من الشباب وكل على شنو انت كم عاطينك من اجريك تشكر الشباب الهجره لا انا لان هو يدور هو يدور خساره انت زحزحه عن هذه زحزحه انت 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 الهجره ما لنا خلاص سلسل الزيو هو ما هو اللي كان خلاني يقول له قيس البحر ولا رايح يحرث يا غير ما مخليني بسيط انا لو عاطل عن العمل وايش شقاني في البحر شغل شغل راسك تبي يدك بكرعيك حن شوي وايش جايك بض وايش جايك بض شيك ركبي الحوت وهاي وايش شدوني الراجل ها الراجل هذا الراجل حن شوي نو 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 خلي خلي هذا الراجل واقف يدور يشتغل الشباب هون عاطني على العمل ما لحق عاطني على العمل هو قال له يبقى يشتغل يمشي معايا حالا لين شغلته ما الواضح نعود قابل عمل يشتغل اليوم حلي المقالطات اللي هامك انك همك لا تقول همك همك قول لي عدلت لا تقول لي همك همك علم خيب انت همك انك تجي ما لا تقول لي همك قول لي قلت لي والله عدلت لي افهم ايش قلت خاسر انا جيت الشباب انه يبقى هنا في وطن وهنا في وطن ويشتغل فيه ما مخلي وطنه حد ايوه لا تقيسني انا الراجل كيتشي مغموز علي انا جاي اروح كان يتلفني يا اخو تسير راجل واش كنت معك شنو يا اخو يا راجل انا ريتني نقول شي خاسر وجهك احمر مالك احمر وجهي ما احمر انا ابو الاحمر انا وجهي بالطبيعي انا ما قلت لك شي خاسر انا ما قلت لك شي خاسر يا راجل ما قلت لحد شي خاسر الناس عندهم وقت او ناس عندهم وقت عدل سياسه انا ما دعيت حد يعني هو عدل سياسه عنده الحق يتكلم لا مو سياسيته هو انا دعيت هو ما فهمه ما فهمه ولا جوج مصروع شوف انا ما جيت لحد انا ما جيت لحد يقول له سرق لبنان مع تعدد ووفره منتجات الافرشه في السوق تبقى مفروشات البيت السعيد علامه الجوده الاولى مختلف افرشتنا من الطراز العالي ذوق رفيع أسعار تنافسية مناسبة مع خدمات التوصيل الآمن البيت السعيد فراش منزلك بيد أمينة جايكم الحمان ولا تحملوا التعرض للكليماتيزر بشكل مباشر اليوم جبنا لكم الحل المناسب مدوات البرج يمتازوا بالجودة ونعومة اللمس هذا يجعلهم مناسبين لكل الفئات وخاصة كبار السن والمسافرين انا لا تقيسني انا لا كيفتك انا لا كيفتك للتهديد ونحن ما نقبله انا لا تشددنا تسمع يا اخوتي لا تشددنا صعب صعب من ولاد الشباب ما نقعدوا في وطننا نحن شوف نستفزك شوف شو صنعتي افهم معي انا خايفين منك ومن الخايفين اخوتك تقعد قاعد شاحب لا باس انت شاحب لا انت ما مش كذاك شيء انت تقول انا انت توعد يدك بعد قاعد تفهم شيء معقول معقول من وين يا اخي انا راني نفهمك تتكلمي باللغه بس ما انا افهمك انا اتكلم لك بالصيني والله العبريه انت تكلمني من تتكلم بي انا ماني فاهم لا مالك مالك شوف مشاهدينا الكرام كاتب معاكم برنامج اعطوا يشرب وشاكرين ضيفنا الجديد وشاكرين يدومه اللي كان لي مره قبي وشاكر انك انت تبارك اعطينا كلمه اخيره وخلصك بعد وبعد بعد زوين شباب يا موش يا اخي تبع شعرك كلمه اخيره هو بعد زوين بعد كلمه اخيره يلا شفت الشاح مالك يا اخو متوجه للشباب متوجه للشباب قضية الهجرة انها خط احمر بيلي يقنعوهم راسهم حد يكون قردورته يقد يشتغل فيها ويقد يوصل رسالته بجميع الطرق ما هو انه يمشي راس صف ولا انه يمشي هاجر هذا ما هو حل شكرا جزيلا مثلا متين غير ودي. ترجع بعواقب متين على موريتانيا